ridiculous. Look at them swing. Them swing. Look at them swing. Zampini. Oh. Leg kick from into the body. From the ceiling. A new chin somewhere. Well, what I like to say. And it fired that straight right. Everybody, K1 Max is the best sport out there today. Wow. المغرب ضد اليونان في أقوى نزال كيك بوكسينج، وجاء هذا بعد طلب متابع بالقناة. ولكن أولا وقبل مشاهدة هذا النزال التاريخي، دعونا أولا نتعرف عن المقاتل المغربي شهيد ولد الحاج والمقاتل اليوناني مايك زامبيديس. المقاتل المغربي شهيد ولد الحاج من مواليد سنة 1988، محترف كيك بوكسينج مواي تاي، يحمل الجنسية المغربية والجنسية الهولندية. الطول 1.70 متر والوزن 70 كيلوغرام. بالنسبة لهذا المقاتل وفي هذا النزال، رغم أنه في الحقيقة ومقارنة مع منافسه اليوناني لم يلعب يعني الكثير من النزالات احترافية، لكنه وقف أمامه كالأسد، وهذا ما سنشاهد اليوم. لعب في الكيك بوكسينج 50 نزال احترافي، انتصر في 26 نزال، منها 5 بالضربة القاضية. وننتقل الآن لنعرف بالمقاتل اليوناني مايك زامبيديس، محترف كيك بوكسينج من مواليد سنة 1980، وأهم شيء أنه بطل العالم 18 مرة. اسمه الأصلي ميشاليس زامبيديس، ولكنه مشهور بمايك زامبيديس. الطول 1.67 متر والوزن 70 كيلوغرام. لعب في الكيك بوكسينج 181 نزال احترافي، ينتصر في 157، منها 87 بالضربة القاضية. لذلك قلت لكم أن النزال تاريخي، ونشاهد ماذا حدث في هذا النزال. ومن فضلكم قبل مشاهدة النزال إعجاب بالمقطع فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم أصدقائي من جديد. بالنسبة للمقاتل المغربي شهيد ولد الحاج، ربما ستجدون في بعض المواقع شهيد ولاد الحاج، ربما بسبب الترجمة، لأن معظم المواقع التي كتبت عليه أجنبية، ولكن شهيد ولد الحاج هي الأقرب للصواب. إذن فبالنسبة لهذا النزال الذي نشاهد الآن، فكان سنة 2010 بسيول، هي العاصمة وأكبر مدينة في كوريا الجنوبية. ولكن الحقيقة أن شهيد ولد الحاج واجه اليوناني مايك زامبيديس مرتين. المرة الأولى سنة 2010 كما قلت في كوريا الجنوبية، وهو هذا النزال الذي نشاهد الآن. وأما المرة الثانية فكانت سنة 2012 بمدريد بإسبانيا، ويخسر المغربي في المرة الأولى والمرة الثانية. لكن الذي أعجبني في المغربي، رغم أننا ذكرنا الفرق بين النزالات التي الفرق يعني بين السجل الاحترافي اليوناني والمغربي، سنجد مثلا أن المغربي لديه فقط كما ذكرت لكم في الفيديو، لديه 50 نزال احترافي، فاز ب 26 منها 5 بالضربة القاضية، عكس المقاتل اليوناني الذي لديه 181، انتصر في 157، منها 87 بالضربة القاضية. ففرق شاسع بين 87 انتصار بالكاو وخمس انتصارات، لكن نلاحظ أنه لم يعني يفوز عليه بسهولة. وهؤلاء هم الأبطال المغاربة، كما قلت لكم دائما أنه ليس فقط نتكلم عن شخص فاز على شخص في نزال، لكن تبقى الأسود أسود مهما حدث، يعني فاز أو خسر فقد كان أسد في النزال.